أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي التعاقد مع الدولي المصري أحمد حجازي مدافع نادي ويست براميتش الإنجليزي. وجاء تعاقد الاتحاد مع حجازي من أجل تدعيم دفاع الفريق بشكل قوي، لا سيما بعد قرار البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للفريق بالاستغناء عن مواطنه برونو أوفيني مدافع الفريق بعد تراجع مستواه بشكل ملحوظ. ونشر أحد الحسابات الجماهيرية لنادي الاتحاد عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر محادثة مع نجم الاتحاد السابق محمود عبد المنعم الملقب بكهرباء لاعب نادي الأهلي المصري الحالي، حيث تبين أن الأخير له دور كبير في إقناع زميله في منتخب مصر أحمد حجازي باللعب لصفوف العميد. كما أشار كهرباء لدور أحمد عصام الكعكي نائب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة في الصفقة. وكلفت صفقة حجازي خزينة العميد 4 ملايين جنيه استرليني مقابل استعارته موسما واحد، حيث يتقاضى اللاعب 70,000 جنيه استرليني أسبوعيا. أعلن مجلس إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت رحيل الدولي النيجيري أحمد موسى عن صفوف الفريق خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي. ونشر النصر فيديو عبر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر يتضمن ملخص مشاركات موسى مع النصر خلال الموسمين الماضيين. وأكدت تقارير صحفية أن البرازيلي بيتروس ماتيوس سيحل مكان موسى في قائمة العالمي خلال الموسم القادم. وخاض أحمد موسى 57 مباراة رفقة نادي النصر خلال موسمين بجميع البطولات، سجل خلالهم 11 هدفا فيما صنع 14 آخرين. وفي نفس السياق كشفت تقارير صحفية اليوم عن آخر تطورات عودة البرازيلي بيتروس إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر. وكانت إدارة النصر قد أبلغت بيتروس مسبقا بقرار المدير الفني روي فيتوريا بالاستغناء عنه ومنحه الضوء الأخضر لتحديد وجهته المقبلة. وانتشرت أنباء مؤخرا عن رغبة إدارة النادي في عودة بيتروس مرة أخرى لصفوف الفريق بعد الخسارة في الجولة الأولى والثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وأكدت التقارير أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر رفض قرار إدارة النادي بعودة بيتروس مؤكدا أن الفريق ليس بحاجة إلى خدماته. وأشارت التقارير أن وكيل أعمال اللاعب يطالب بتنفيذ بنود العقد في حال تم فسخه من قبل إدارة النصر. وغير بعيد عن النصر تعرض البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر لصدمة بعد تأكد غياب أهم عناصره عن مباراة نادي الأهلي في نصف نهائي كأس الملك والمقرر لها غدا الثلاثاء في ملعب الجوهرة المشعة. وكشفت صحيفة الرياضية عن فشل الجهاز الطبي في محاولاته من أجل تجهيز الثنائي مايكون وسلطان الغنام للحاق بمباراة نصف نهائي كأس الملك ضد الأهلي. وتابعت أن الغموض يحيط بمصير الدولي المغربي نور الدين أمرابط بشأن إمكانية مشاركته في المباراة من عدمها، إلا أنه سوف يغادر مع البعثة إلى جدة رغم عدم جاهزيته طبيا للتواجد ضمن تشكيل اللقاء. يذكر أن سلطان الغنام غاب عن مباريات النصر في دوري المحترفين بعد إصابته أمام بيرسبوليس بنصف نهائي دوري أبطال آسيا، بينما مايكون تعرض للإصابة في الجولة الافتتاحية ضد الفتح. أعلن مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل عن قائمة الفريق خلال الموسم الجديد 2020-2021. الهلال نجح في ضم كل من عبدالله الجدعاني، حبيب الوطيان، صالح الشهري، لوسيانو فيتو وفواز الطريس خلال الميركاتو الصيفي المنتهي. ويستعد الهلال لمواجهة نظيره أبها الثلاثاء ضمن مباريات الدور النصف النهائي لكأس خادم
الحرمين الشريفين. وجاءت قائمة الهلال في الموسم الجديد كالتالي: في حراسة المرمى عبد الله المعيوف، عبد الله الجدعاني، حبيب الوطيان، ونواف الغامدي. في خط الدفاع: علي البليهي، جانغ يونسو، محمد جعفلي، متعب المفرج، محمد البريك، أمين كردي، ياسر الشهراني، ومد الله العليان. وفي خط الوسط: غوستافو غويلار، محمد كنو، سلمان الفرج، عبد الله عطيف، منصور البيشي، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، أندري كاريلو، جيوفينكو، هاتان بهابري، وفواز الطريس، وحمد العبدان. وفي خط الهجوم: بافيتين بيغوميز، عمر خريبين، لوسيانو فيتو، وصالح الشهري. وغير بعيد عن الزعيم، كشفت تقارير صحفية اليوم عن موقف نادي الهلال من الاستغناء عن الدولي السوري عمر خريبين. وانتهت أمس الأحد فترة الانتقالات الصيفية داخل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تواجد خريبين في القائمة النهائية التي أعلنها نادي الهلال من أجل خوض الموسم الجديد. وأكدت التقارير أن إدارة الهلال أجلت فكرة الاستغناء عن عمر خريبين إلى الميركاتو الشتوي من أجل الاستفادة المادية بشكل كبير من بيع صاحب 26 عاما. عمر خريبين كان قد انتقل إلى الهلال مطلع موسم 2017، حيث نجح في التتويج مع الزعيم بخمس ألقاب، هما الدوري السعودي 3 مرات، وكأس خادم الحرمين الشريفين مرة واحدة، وكأس السوبر السعودي مرة واحدة. وخاض صاحب 26 عاما 69 مباراة رفقة نادي الهلال بجميع البطولات، سجل خلالها 35 هدفا، فيما صنع 12 آخرين. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.